بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Explain اللايف سايكل للاندرويد اكتيفيتي. اللايف سايكل بتاعت الاندرويد اكتيفيتي الاون كرييت اون ستارت اون ريزيوم اون بوز اون ستوب اون ديستروي. الاون كرييت دول هما الكور سيت اوف 6 كول باكس في الاكتيفيتي لايف سايكل ستيجز. الاون كرييت ذا بيزك ابلكيشن ستارت اب لوجيك. اول حاجة اول لما الفيو بيتكريت بينادي على الاون كرييت بيكولكت الباندلز ويكولكت الفيوز بينادي على الاون كرييت ذات ذا سيستم كرييت ذا فيرست تايم ذير از اب اكتيفيتي. طب الاون ستارت اول لما الشاشة تبقى ظاهرة قدام اليوزر بينادي على الاون ستارت. ذيس كول باك بريبيرز ذا اب تو انتر ذا فور جراوند اند الاو ذا يوزر تو انتراكت ويز ات. بيسمح لليوزر يتفاعل معها بس اليوزر لسه ما تفاعلش. طب اليوزر تفاعل هينادي على الاون ريزيوم. ذا اب اند ذا يوزر انتراكت اون ذيس كول اند ذا اب ويل ستاي هير انتل ذا يوزر شيفت اتنشن اواي فروم ذا اب. اليوزر الابلكيشن هيفضل في الحاله دي في الاون ريزيوم لحد ما يحصل حاجه جديد. طيب الاون بوز اول لما الاب از نو لونجر ان ذا فور جراوند ذيس ميثود از كول تو انديكيت ذا يوزر از ليفينج يور اب اكتيفيتي. ممكن بس هي لسه ظاهره, ممكن يكون دايلوج ظهر فوق الاكتيفيتي بتاعتك فالاكتيفيتي لسه ظاهره. حلو. فالاكتيفيتي في الاون بوز. طب الاون ستوب اول لما الاكتيفيتي خلاص ما تبقاش موجوده قدام اليوزر. ذا اكتيفيتي از نو لونجر فيزبل تو ذا يوزر اند از اباوت تو بي تيرمينيتد ان ذيس بارت اوف ذيس لايف سايكل. زي مثلا اليوزر راح لاكتيفيتي جديده فبالتالي فبقى في الاون ستوب. حلو. طب الاون ديستروي انت قفلت الابلكيشن خالص وعملت تيرمينيشن للاب, فصلت الاب فنادى على الاون ديستروي للاكتيفيتي. ان ذيس ستيت كومبوننتس لينكد تو ذا اكتيفيتي لايف سايكل ويل ريسيف ذا اون ديستروي ايفنت. ذيس ميثود از كولد وين ذا اكتيفيتي از فينيشينج او كونفيجريشن تشينجز اوكير. حصل كونفيجريشن تشينج. وان شود يوز ا فيو موديل اوبجكت تو ديتيرمن واي از ات ات از بينج ديسترويد. وفي ميثود 6 واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة, ايوه الستة اللي هي الاون ريستارت. ده لو اليوزر عمل بوز ورجع للاكتيفيتي وقبل وما دخلش في الاون ديستروي ورجع الاكتيفيتي تاني بينادي على الاون ريستارت. What is the difference between AOSP and stock Android? الاندرويد opens AOSP الاندرويد open source project and stock Android are two very similar versions of Android. In fact, AOSP was once considered the stock Android until Google started making their own smartphones and devices. عملت الأجهزة الخاصة بها. Nowadays, هذه الأيام الـ stock Android is the version of Android that includes the suite of Google apps like Play Store و Gmail. الـ AOSP is a basic version, نسخة مبدئية من الأندرويد with no frills or added extra bloatware. It also lacks any additional features. It is often called vanilla Android because it is so simple but still stable. What is a limitation? ايه هي القيود اللي موجودة في الأندرويد مقارنة بالآي او اس؟ Apple's Swift language was created for app development, making learning to create apps faster for new developers than learning the language used for Android. الأندرويد developers run into compatibility issues since so many manufacturers create Android devices. Android developers have a host of screen sizes, parameters and versions to code for. الاي او اس ديفلوبر هاف ذا ادفانتج, عندهم الميزه في البرمجه للبرامج بتاعتهم لسمولر سيت اوف ديفايسز, اجهزه اقل مقارنه بالاندرويد اند اونلي هاندفول اوف ديفرنت سكرين سايزز. ذيس ميك ات ايزير فور اي او اس, بيخلي اسهل على مطورين الاي او اس تو هاف ا كونسيستنت اند فانكشنال يوزر انترفيس اكروس اول اوف ذيم. لان اجهزه الاي او اس مقارنه باجهزه الاندرويد اقل, فبالتالي ده تحدي لمطورين الاندرويد في اجهزه كتير جدا بشاشات وريزوليوشن واحجام مختلفه, فتحدي تشالنج بالنسبه للديفلوبر ان الابلكيشن بتاعه يفت مع جميع النسخ.
وجميع الأجهزة. طيب what are the different ways، ايه هي الطرق المختلفة ان انا كريت بيها notification؟ عن طريق اما status bar notification on the top bar of device، او notification drawer notification appears in the drop down of the device، او heads up notification بت overlay على السكرين، او lock screen notification دي بتظهر appears when your phone is locked، لما تبقى قافل التليفون بتاعك. How would you address an ANR error؟ ازاي تحل مشكلة ال ANR؟ If the application is published، لو البرنامج نزل على الستور يعني، the best thing to do، افضل شيء تعمله is check the Android vitals log for insight as to why the application UI is blocked. ليه ال UI حصل له blocking؟ Strict mode can detect IO incidents that need fixing and trace view helps identify where a thread is busy. A final option، خيار اخير، is to use Android تستخدم ADB Android Debug Bridge كروت عشان تبول التريس فايل. Explain the Android manifest XML purpose، غرض الملف او فايل المانيفست ده ايه؟ This XML file is necessary، ضروري، to report key information about، يدي معلومات عن البرنامج بتاعك، to the Android build tools، Android operating system، Android and Google Play. الفايل ده is a dialog to communicate all components of the app including the activities اللي عندك، the services، the broadcast receivers اللي انت مستخدمها، the content providers، the permissions اللي انت الاب محتاجها، required hardware and software features، اقل API level مطلوب، كل ده بتحدده في المانيفست. Why is AIDL used؟ ليه الAIDL بيستخدم؟ The Android interface definition language is used عشان يبريك داون الاوبجكتس لبريمتيفز، عن طريق ان هو بيبريك داون اوبجكتس، اندرويد اندرستاند ذا ريكويستس سو بوث ذا كلاينت اند سيرفيس كان كوميونيكيت ويز ايتش اذر، بيتواصلوا مع بعضهم باستخدام انتر بروسيس كوميونيكيشن الاي بي سي. يبقى الاي اي دي ال بيستخدم عشان يبريك داون الاوبجكتس لبريمتيفز. طيب ايه هو الاي بي كي فورمات؟ الاي بي كي اختصار لاندرويد باكجينج كي او اندرويد باكجينج كيت. This .apk file is a compilation لكل البروجرامز فيجوال اسيتس وريسورس فايلز وابلكيشن كود والمانيفست، كل ده بيتم عمل كومبريس لي وبيتضغط في ملف .apk. This is the file format، هي دي الصياغه او الاكستنشن that is uploaded على الجوجل بلاي ستور. What is the adapter in Android؟ الادابتر allows for access، بيسمح لك انك توصل للداتا ايتمز in the app. It act as a bridge، هو كوبري ما بين الداتا itself، الداتا نفسها، وما بين الادابتر view. What is job scheduler؟ To converse device resources in Android 8.0، Android set limits on a background execution، حط قيود على تنفيذ مهام في الباك جراوند. While these updates save battery، التحديثات دي بتحفظ البطارية وبتحفظ الذاكرة. This offers a solution for apps، ده ادى حلول للبرامج that need to perform، اللي محتاجة تنفذ background job مهمة في الخلفية while not running. The job scheduler will have the system execute the task with the declared criteria met. هنكمل بقية الأسئلة في الفيديو اللي جاي.